السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا في احوال جد جيده. اليوم بغيت نتقاسم معكم تجربه ديال ازاله بعض البقع ديال الحبر على الملابس، يا اما الملابس ديالنا او الملابس ديال الاطفال ديالنا. الوغ كيف ما كتشوفوا عندي هنا واحد البقع ديال الحبر، كيف كتلاحظوا عندي بقع هنا وعندي بقع في الجانب الاخر. هاد البقع هادي كتشكل مشكل بالنسبه لنا، اذا الحل هو معجون ديال الاسنان. غادي نستعملوا اي معجون اسنان عندنا. دونك الطريقه كالتالي: الوغ كناخذوا معجون الاسنان وكنوضعوه على البقع ديال الحبر اللي عندنا في الملابس، ومن الافضل تكون داك يعني الحبر يلاه دار لينا في داك الملابس، من الافضل كنوضعوا كيف ما كتشوفوا معجون الاسنان وكنبقاو نحكوا هكا باليدين ديالنا ونغسلوا، من بعد كنعصروا هذاك الجزء اللي وضعنا فيه اذا كيف ما كتلاحظوا شويه البقعه بدات كتزول، اذا غادي نحتاجوا ان نزيدوا كميه اخرى ديال المعجون ديال الاسنان فهذوك ليطاش او فهذوك البقع. والان غادي نستعين بفرشاه ديال الاسنان، لان باش تحك بيدك شي شويه كتجي صعيبه. دونك غناخذ فرشة تاع الأسنان. فرشة الأسنان كتساعد بشكل جيد على إزالة هذيك البقع من الملابس. دونك كنبقى كنحك بهذه الطريقة هذه كيف كتلاحظوا، حتى كيتم إزالة هذيك البقعة نهائيا. إذن هانتو كتلاحظوا النتيجة، فالنتيجة كتظهر من الوهلة الأولى. إذن غادي نغسل باش نزول هذاك المعجون الاسنان من داك اللباس اللي عندي. إذن غادي تلاحظوا هانتو النتيجه، يعني تمت ازاله هذيك البقع. بقات واحد البقعه صغيره، يعني لان جات داك البقعه تاع الحبر جات في البلاصه اللي فيها الخياطه، دونك كان شويه صعيب باش انها تحيد، ولكن كل ما زدنا كميه اكثر تاع المعجون الاسنان وحكينا كل ما غادي نقدروا نحيدوا داك البقعه. هذا الجانب هذا كيف ما كتلاحظوا قبيله وريتو لكم كان ديجا فيه واحد الطاش ديال داك الحبر حيدات. دونك ها هي النتيجه كيف كتشوفوا، فقط معجون ديال الاسنان بلا استعمال اي يعني مسحوق تاع التصبين او اي منتوج اللي كنستعملوه في مواد تاع التنظيف. كيف ما كتلاحظوا عندي هذا الحيط هذا فيه ستيلو مرسوم، يعني الحبر في الحائط حتى هو كنقدروا نحيدوه بمعجون ديال الاسنان. دونك بنفس الطريقه كناخذ المعجون الاسنان اللي عندي في الدار وكنمرره على داك الحبر اللي عندي في الحائط. كيف ما كتعرفوا الدراري الصغار كيردوا الحيط كله عامر بستيلو، يعني اللي عنده الاطفال في الدار وكيردوا ليه الحائط عامر بستيلو، ف فرصة انه يدير عملية تنظيف بالمعجون ديال الاسنان. دونك كنمررو هذاك المعجون ديال الاسنان كيف ما كتلاحظوا على هاديك على داك الحبر، وكناخدو الفرشة تاع الاسنان ديالنا، وبنفس الطريقة كما كنديرو بالنسبة للملابس كنبقاو نستمرو هكا بهاد العملية تاع التنظيف حتى كتختفي نهائيا هاديك البقع ديال الحبر تاع الاقلام. هانتو كتلاحظوا فهي اختفت نهائيا. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، دائما مع اديب للاسره.